تقول لأن احنا ذاكرة ما بتموت، ومثل ما بنحب الناس الناس كمان بتحبنا. على خشبة مسرح الدراما في دار الأوبرا أقامت الأمانة السورية للتنمية احتفالية بعنوان مخيلون سوريون، وذلك بمناسبة تأسيس فريق ظلال، هو أول فريق من مخيلي مسرح خيال الظل تزامنا مع يوم المسرح العالمي. الشيء اللي نحن بسوريا يعني مثل فتنا بطريقه بخيال الظل ما حدا فاتر لسه قبلنا، انه دخلنا العنصر النسائي ليتدربوا على مسرح خيال الظل، هو كان محصور بالرجال، فكان في ابداع رائع جدا، وكانت نقله نوعيه يعني بنشهد لها بهذا الشيء. طبعا الامانه ما قصرت معنا بتزويدنا بالمواد والاداه والمكان، تجربة غنية كتير بالنسبة لهم وبالنسبة إلي كمان، إنه نتعرف هيك كيف جسمنا بيصوت، كيف نستخدم صوتنا، وكيف بعدين لأنه المخايل هو يعني أهم أداة بيستخدمها هي صوته، فهو بحاجة إلى تقنيات كتيرة وألوان كتيرة بالصوت، فهذا كله اشتغلنا عليه على مدى يعني هيك كافي وطويل. أظن إنه هن كتير استفادوا، أنا كمان تعلمت من هاي التجربة، يعني هي نص صوت ونص دراما. يعني محطة ظلال التلفزيونية عنوان العرض الذي قدم من خلاله المتدربون البالغ عددهم 20 شخصا عبر مسرح خيال الظل، عرفوا به عن شخصياتهم وعددها 24 شخصية، والتي كانت نتاج التدريب ضمن إطار مسرحي ممنهج. حفل مخايلون سوريون هو كان نتيجة تدريب استمر لمدة 6 شهور متواصلين ضمن التكيل السليمانية. هذا التسجيل كانت بعد إدراج مسرح خيال الظل على قائمة الصون العاجل باليونسكو عام 2018. كان جزء من خطة الصون هو إعادة هذا العنصر، إحيائه ضمن المجتمع بتأهيل ممارسين جدد. تم عملية اختيارهم ضمن برنامج مدته طويلة، انتقينا منهم 22 متدرب، خضعوا ل تقنيات خضعوا لتدريب على التقنيات الأصلية بقطع خيال الظل. احتفالية تخريج الفريق الأول بسوريا، فريق خيال الظل، هذا الفريق اللي هو مسؤول عن إحياء التراث اللامادي السوري عنصر خيال الظل. هذا العنصر اللي هو كان من أصول تركية، لكن احنا اللي صار إنه نحن خضعنا لتدريب. هذا التدريب كان من الألف إلى الياء، أولا من طريقة صناعة الدمى، مواد الدمى، بعدين طريقة التحريك، دروس للتمثيل، دروس صوت، لحتى قدرنا بالنهاية نكون فريق يقدر يمثل مسرح خيال الظل بنكهة سورية بتاريخ سوريا. التدريب أثمر عن تأسيس أول فريق من مخيلي مسرح خيال الظل، هو التدريب الأول من نوعه في سوريا. وفي ختام الحفل تم توزيع الشهادات على المتدربين مع الدمى التي قاموا بصناعتها وهدايا تذكارية من أجواء مسرح خيال الظل. اليوم موضوعنا عن التنمر. ما في تصالح مع الزعيم.